السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، اهلا ومرحبا بكم في قناه حراء التعليميه. النهارده يا اولاد هنتكلم على مادتنا، ماده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهنكمل باقي المحور بتاعنا اللي هو المحور الثاني بعنوان احتياطات الامن والسلامه. هنكمل الدرس الرابع اسمه الايه، الامن السيبراني. اتفقنا يا اولاد قبل كده في الدرس الثالث ان مصطلح سيبراني دي يعني اي حاجه متعلقه بالانترنت. امن سيبراني يعني امن بياناتك اللي موجوده على الانترنت، البيانات الشخصيه بتاعتك. تعريف الامن السيبراني هو حمايه الانظمه والشبكات والاجهزه والبيانات. يعني ايه؟ انا بحمي النظام بتاع الجهاز بتاعي، بحمي شبكه النت بتاعتي، بحمي اجهزه الكمبيوتر بتاعتي وبياناتي. طبعا يعني ايه بياناتي؟ يعني معلوماتي، اسمي الشخصي، رقم الحساب بتاعي، عنوان بيتي. بحميه من ايه بقى؟ من الهجمات الالكترونيه التي قد تتعرض لها عند استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يعني ايه؟ يعني انا بحميها من القراصنه الموجودين او اي هجمه الكترونيه، يعني شخص قاعد على النت هدفه سرقه المعلومات بتاعتي، سرقه حساب البنكي. انا بحمي بقى البيانات بتاعتي دي. طب حمايتي بقى البيانات دي اسمها ايه؟ اسمها امن سيبراني. تعالوا بقى نتكلم على احتياطات الامان على الانترنت. تعمل ايه علشان تحافظ على امانك على الانترنت؟ اول حاجه استخدام صفحات الانترنت الامنه زي مثلا جوجل او برامج الحمايه من الفيروسات، تمام؟ طيب تاني حاجه، اسمح فقط لاصدقائك واسرتك برؤيه صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بك. يعني مش اي حد هو من حقه ان هو يفتح مثلا الاكونت بتاعك ويتفرج زي ما هو عايز، لا، اعمله لاصدقائك او اسرتك او الناس اللي انت عارفهم او بتثق فيهم فقط. ثالث حاجه، لا تتواصل مع الاشخاص الذين لا تعرفهم. يعني اي شخص بيتكلم معاك عن النت انا مش عارفه في الحقيقه ما تكلمش معاه. رابع حاجه، لا تشارك معلوماتك الشخصيه عبر الانترنت. احاول وانا بستخدم الانترنت استخدم بيانات مش خاصه بيا، بيانات مزيفه، ما اكتبش اسمي الحقيقي، ما اكتبش عنوان بيتي. يبقى لازم معلوماتي الشخصيه دي احافظ عليها وما استخدمتهاش عبر الانترنت. طيب كمان استخدم كلمات مرور قوية وغيرها كل 3 اشهر. احنا اتفقنا في الدرس اللي فات ان احنا كلمات المرور دي اساسا لازم عشان تبقى قوية تتكون من حروف وتتكون من ارقام عشوائية. مش بس كده، ده انا كل 3 شهور احاول ان انا اغيرها وتبقى مختلفة عن اللي قبليها. كمان اتاكد ان المواقع التي اتردد عليها حقيقيه وامنه ومناسبه لعمرك. يعني في مواقع مزيفه او مواقع وهميه بفتحها ممكن هدفها ان هي تسرق بياناتي او تسرقني باي شكل كان، لا، لازم اتاكد ان الموقع اللي انا داخله ده موقع امن وموقع حقيقي ومناسب لعمري، مش اكبر من السن بتاعي. يعني انواع التهديدات السيبرانيه، ايه التهديدات اللي انا ممكن اتعرض عليها اونلاين او اتعرض عليها عن طريق الانترنت؟ اول حاجه، البرمجيات الخبيثه. يعني ايه برمجيات خبيثه؟ من اسمها يعني برامج هدفها سرقه البيانات. ده تهديد سيبراني الاخطر، يعني اخطر من انواع التهديد الانترنت عن طريق الانترنت هي البرمجيات دي. ليه بقى؟ لان انا ممكن اقع ضحيه للبرامج دي حتى لو انا واخد احتياطاتي كويس جدا. ممكن اكتب بياناتي بالغلط، ممكن اصدق مثلا اعلان معين، خلاص يبقى دي اخطر انواعهم ايه، هي البرمجيات الخبيثه. ممكن اتعرض عن طريقها وانا بستخدم واي فاي، خلاص يعني لو انا بستخدم شبكه واي فاي انا مش متاكد منها ومش بتاعه بيتي، ممكن اتعرض للبرامج دي، الاقي برنامج كده ظهر لي فجاه، الاقي مثلا اعلان ظهر لي فجاه، خلاص. طيب ايه مثال عليها؟ زي مثلا لو انا بلعب لعبه مثلا او انا بستخدم الانترنت عموما ولقيت كده اعلان ملا لي الشاشه بيقول لك ايه، احذر الجهاز مليء بالفيروسات، يبقى انا كده بخوفك ولا لا؟ بخوفك. طب انا هجبرك تنزل برنامج، اجبرتك تنزل برنامج، البرنامج ده نفسه هو ده الفيروس. عشان كده هي اخطر انواع التهديد السيبراني اللي هي تهديد عن طريق الانترنت. ليه؟ لان انا ممكن اصدق اذا احذر هناك خطر على جهازك فاقوم جاي منزل البرنامج، اكتشف بعد كده ان البرنامج ده هو اللي سرق ايه، معلوماتي الشخصيه. يبقى دي من اهم انواع التهديد السيبراني هي البرمجيات الخبيثه، ومثال عليها برمجيات التخويف اللي هي بتخوفني وتجبرني ان انا انزل برنامج معين. مش بس كده، ده احنا عندنا انتحال الصفه. يعني ايه؟ اللي بيتظاهروا بانهم شركه ما او شخصيه مشهوره لاجبارك على الكشف على معلوماتك. يعني انت مثلا لو بتتكلم مع شركه انت شايف ان الشركه دي عالميه وموثوق فيها جدا، ولكن هم اصلا اشخاص وهميه، او شخص مشهور جدا على الانترنت انت بتحبه مثلا بس انت مش عارف ان الاكونت ده فيك، بحيث ان هو مثلا عليه فولورز كتير، فانت بتخش وبتتكلم بقلبك وبتدي معلوماتك الشخصيه. ده اسمها ايه؟ انتحال الصفه، تمام؟
إذا نفذت ذلك تكون في خطر لتسرب معلوماتك أو سرقة أموالك. لو أنت مثلا خلاص خدت الثقة قوي وكشفت عن معلوماتك الشخصية بشكل واضح جدا، ده ممكن يعرضك طبعا أن هم ياخدوا معلوماتك أو كمان يسرقوا أموالك. تمام؟ زي مثلا إيه؟ إنشاء مجلات مزيفة أو بريد إلكتروني مزيف. طيب إزاي أتعامل مع التهديدات السيبرانية دي؟ عندك 5 طرق موجودين ان انا احافظ على نفسي وعلى اماني عن طريق الانترنت. اول حاجه ان انا احافظ على الهدوء، لازم اكون هادي وانا بتعامل مع البرامج دي. لقيت مثلا برنامج زي برامج التخويف، لقيت شخص متاح لشخصيه معروفه، لازم احافظ على هدوئي عشان اعرف اتخذ الاجراءات التاليه. تمام. تاني حاجه بستخدم برنامج لمكافحه الفيروسات، ودي برامج بتبقى متوفره جدا بكافح بيها الفيروسات اللي بتبقى موجوده عندي. ثالث حاجه تحديث اعدادات الامان، لازم على طول اعمل ابديت او تحديث لاعدادات الامان اللي عندي على الموبايل او على الكمبيوتر علشان احافظ على بياناتي. طيب في الاخر انا معرفش اعمل حاجه وحاسس ان الموضوع كبير عليا، ابلغ شخص بالغ موثوق، بابا او ماما، المعلم بتاعي، تمام، اخويا الكبير، اي شخص موثوق. اخر حاجه لازم اعمل لنفسي خطه شخصيه خاصه بالامان عبر الانترنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التزم التعليمات اللي احنا قلناها في اول فيديو، ان انا كل 3 شهور اغير الباسورد، اعمل خطه لنفسي كده ان انا مستخدم اسم معين، اسم مستعار، مستخدم باسورد معين، مش كاتب اي معلومات شخصيه. هي دي اسمها ايه؟ خطه للامان عبر الانترنت. طيب معنا سؤال المتفوقين بيقول لي ضع علامة صح أو غلط، يمكن للروابط غير الآمنة أن تثبت فيروسات على جهازك. فكر في السؤال كويس ويجاوب في التعليقات. تدريبات، ضع علامة صح أو خطأ، التأكد من أن المواقع آمنة وحقيقية من طرق حفظ أمنك على الإنترنت. صح طبعا يا ميس. تاني حاجة ضع علامة صح أو غلط، إبلاغ شخص بالغ وموثوق فيه عند تعرضك لتهديد سيبراني أمر غير مهم. طبعا خطا يا ميس، لان ده اهم شيء ان انا لازم ايه ابلغ والدي او معلم. طبعا. طيب نكمل مع بعض المحور الثاني، احتياطات الامن والسلامه الرقميه، الدرس الخامس بعنوان حقوق الطبع والنشر والتداول المالي الالكتروني. طيب يعني ايه حقوق الطبع والنشر او الحقوق الفكريه بمعنى اصح؟ قالك دي بتحمي المبتكرين وبتعطيهم حقوق ملكيه اعمالهم. يعني انا دلوقتي اخترعت شيء او عملت كتبت حاجه معينه او مثلا اخترعت فكره معينه، ايش هيضمن لي مثلا ان حد تاني ممكن يسرقها مني؟ بعمل حاجه اسمها ايه؟ حقوق الطبع والنشر، حقوق فكريه، يعني دي ملكي انا او فكرتي انا، تمام، فمحدش يستخدمها ايه؟ يستخدمها من بعدي، فدي حاجه بتحميني. طيب الحقوق الفكريه هو بيعرفها لك اكتر، بيقول لك ان هي اختراع او ابتكار او فكره او صوره او فيديو، اي حاجه خاصه بشخص معين بيحميها لك القانون من ان ينسخها شخص اخر. انا صورت صوره مثلا معينه عجباني، انا اللي صورتها، يبقى مش من حق اي حد غيري ياخدها. انا عملت فيديو معين، مش من حق اي حد غيري ياخد الفيديو ده. انا كتبت مقال، انا اخترعت اختراع، انا فكرت في فكره، كل دي حقوق ملكيه فكريه، مش من حق اي حد انه ينسخها. طيب في حاجه اسمها المشاعر الابداعيه. يعني ايه مشاعر ابداعيه؟ هل كل حاجه موجوده حواليا ما اقدرش اجي جنبها او انسخها؟ لا، في حاجات بتبقى ما عليهاش حقوق فكريه، ملكيه فكريه، هي دي اللي بسميها مشاعر. كلمه مشاعر يعني ايه؟ اي حد يقدر يستخدمها، اي حد يقدر ياخدها من غير ما يستاذن شخص. يبقى ده بيشير للاعمال التي منح مبتكرها الاذن بمشاركتها، يا اما الشخص اللي ابتكرها او انا مثلا صورت الصوره وعادي بالنسبه لي، ده وانا حد خدها ما عنديش مشكله، يبقى دي اسمها ايه؟ مشاعر ابداعي. انا شيرتها مثلا على النت بابليك، اي حد ياخدها، يبقى دي كده مشاعر ابداعي. مثلا هتعرف بعد كده ان الاعمال اللي توفى صاحبها من 50 سنه، دي اسمها مشاعر ابداعي. يعني ايه كلمه مشاعر ابداعي؟ يعني الشيء اللي ليس له حقوق فكريه او حقوق ملكيه فكريه. تشمل ايه بقى الكلام ده؟ قالك الاعمال الموجوده في مكتبات البيانات زي مثلا بنك المعرفه المصري EKB، تمام، وتعتبر مصر الاعمال ملكا عاما ولا تحتاج الى اذن اذا كان المؤلف متوفيا منذ 50 عام على الاقل. يعني مصر بتعتبر ان الاعمال ممكن ان انت تقدر تستخدمها بشكل عادي جدا ومش لازم تستاذن صاحبها لو كان المؤلف ده اتوفى من حوالي 50 سنه على الاقل، فما مش لازم نستاذن اي حد واحنا بنستخدمها. والاعمال الموجوده على بنك المعرفه المصري لو انا خدت مقال منه وخدت معلومات منه عادي، مش لازم اكتب الايه المصدر اللي انا جايبه منه، لان دي مشاعر ابداعي. هنتكلم دلوقتي عن البورصه.
ايه هي البورصة دي؟ قالك هي عبارة عن سوق بيتبادل فيها الشراء والبائعون وحدات من اسهم الشركة وتسمى هذه الاسهم حصصا. يعني ايه سوق؟ مش السوق اللي احنا بنبيع فيه وبنشتري. قالك لا، ده سوق، ده مكان مبنى كده كبير، تمام، عبارة مكون من حاجة اسمها اسهم. الاسهم دي ممكن اشتريها وممكن ابيعها، تمام. الاسهم دي بتديني مثلا حصص او بتديني جزء من الحق في شركة معينة، تمام. ده اسمها الايه؟ اسمها البورصة. ودي حاجة مش جديدة عليك، انت خدتها قبل كده في الدراسات في سنة خمسة. طيب كتوضيح اكتر، لو انا دلوقتي شركه وانا عايزه ابيع جزء من ارباحي او عايزه ابيع جزء من شركتي لشخص معين، فانا هدخلها في البورصه، في نطاق البورصه ده، وادي جزء من الشركه دي باسم شخص تاني هيستفاد برضو معايا من الارباح، وبرضو لو في خسائر هتقع على الشخص ده. يبقى انا كاني ببيع جزء اسهم، يعني ايه؟ يعني كانه جزء، خلاص. والاسهم دي بسميها حصص. طيب بيعتمد المستثمرون في البيئات التقليديه على الوسطاء الماليين. عارفين يا ولاد حاجه اسمها كده، اسمهم السماسره، تمام. دولت وسطاء ماليين، يعني دولت بينصحوني اشتري الاسهم في الشركه دي ولا لا، هل الاسهم دي سعرها مناسب ليا ولا لا، هل هتحقق لي ربح ولا لا. دولت اسمهم الايه؟ الوسطاء الماليين. طيب انا كده عرفت البيئات التقليديه. طيب بيعرفك اكتر ايه هو المستثمر؟ الوسطاء الماليون هم افراد معينون بشؤون بيع الاسهم وشرائها، يعني هم اللي بيعينوني وهم اللي بيساعدوني اشتري الاسهم او ابيعها. طيب هل كل التداول المالي اللي موجود في البورصه تداول لازم اروح بقى للشخص السمسار ده او الشخص المسؤول ان هو يبيع لي اسهم او يشتري اسهم؟ لا، قال لك في تداول مالي الكتروني. يعني ايه الكتروني؟ اتفقنا خلاص، مصطلح الكتروني ده يعني حاجه عن طريق الانترنت وانا قاعد في بيتي. ده طبعا اسهل بكتير من ان انا استخدم المستثمر بنفسه او ان انا استخدم شخص او ان انا ارجع لشخص. يبقى ده جعل عمليه بيع الاسهم اكثر فعاليه وبيخليها تتم عن طريق الانترنت. طب المستثمرين بقى لهم سلطه اكبر، انا كده وانا قاعد في مكاني بقى لي سلطه، مش محتاج حد يتدخل، مش محتاج وسيط مالي، مش محتاج سمسار، انا بشتري الاسهم بنفسي، تمام. كمان بتوفر للمستثمرين بدائل سهلة الاستخدام كالاستعانة بروبوتات الاستشارة على الرغم من إمكانية الاستعانة بوسيط مالي. يعني أنا هنا بدلت بقى الوسيط المالي، الشخص اللي أنا برجع له ده بروبوت استشارة. يعني إيه روبوت؟ يعني حاجة برضو إلكترونية، هو ده اللي هيبدأ يديني معلومات اللي أنا محتاجها، يبدأ يديني نصايح مثلا الشركة دي الأسهم فيها بتربح أكتر. يبقى أنا هنا في التداول المالي الإلكتروني استخدمت روبوتات الاستشارة. طيب ايه هم روبوتات الاستشارة؟ هي تطبيقات عبر الانترنت بتوفر التوجيه والخدمات المالية، زي ما كان السماسرة اللي انا قلت لك عليهم هم بيوجهوني وبيقولوا لي اشتري ايه وما اشتريش ايه وامتى ابيع وامتى اشتري، برضو الروبوتات دي بتوفر لي التوجيه والخدمات الايه؟ المالية. يبقى روبوتات ده تطبيقات، تطبيق على النت كده بنزله بيديني نصايح ان انا اشتري انهي اسهم، ان ايه الاسهم اللي كسبانه، الاسهم الخسرانه، هي دي دور الروبوتات. معانا دلوقتي يا اولاد سؤال المتفوقين بيقول لي ضع علامه صح او غلط اعمال المؤلف الذي توفي منذ 20 عام لا تحتاج الى اذن لاستخدامها. مستنيين اجاباتكم في التعليقات. تدريبات ضع علامه صح او خطا تشمل حقوق الطبع والنشر الاعمال المكتوبه فقط؟ لا طبعا غلط، لان هي اي افكار، اي ابتكارات، اي صوره، اي فيديو، كل دي من الاعمال. ضع علامه صح او غلط تشير الاعمال التي وافق مؤلفها على مشاركتها الى المشاعر الابداعي. طبعا اجابه صح، وقلنا اخذنا مثالين عليها زي وكيل المعرفه المصري او الاعمال اللي توفى صاحبها 50 عام.